رموز ستي اوعي ايه بدأ تصوير؟ بدأ؟ طب انا كده مظبوط؟ حمر حمر. مساء الخير، عاملين ايه؟ الفيديو ده ان شاء الله مش هنتكلم عن اي حاجة مفيدة فيه، ولكن هعرفكم ازاي مراحل تصوير الفيديو والمونتاج لحد ما بتشوف الفيديو بالشكل اللي بيطلع لكم في القناة ده، تمام؟ معاناة عشان تعرفوا بس احنا الواحد بيتعب قد ايه عشان يصور فيديو او يطلع الفيديو بالشكل اللي حضراتكم بتشوفوه ده. تمام. طيب اول حاجة يعني هنتكلم عن اخر فيديو مثلا عملته اللي هو الفيديو بتاع الرموز السرية. تمام. طيب الفيديو بتاع الرموز السرية ده السكريبت بتاعه شايفين اهو، شايفين عامل ازاي؟ تمام. فلازم الاول الواحد بيكتب سكريبت عشان يرتب افكاره، لان ما ينفعش يطلع يرتجل يعني هتلاقوا فيه اخطاء كتير. تمام. بعد كده وهتشوفوا دلوقتي حاجات كتير في الفيديو، يعني قد ايه الواحد، انا ببقى على فكره انا بتعصب جدا وببقى متنرفز جدا وانا بصور، لو حد مثلا شغل حاجه صوتها عالي، حد اتكلم جنبي، او حد دخل عليا الاوضه فجاه مثلا، او دبانه ضايقتني حاجه من الحاجات دي كده. تمام. فبتنرفز جدا وببقى ايه، لو شفتني حطيت على نفسك من الضحك زي ما انت هتموت على نفسك من الضحك دلوقتي ده هوريك. تمام. بالنسبه ده بالنسبه للتصوير. تمام. وبتظبط بقى الكاميرا وبتظبط الموبايل وبتظبط الاضاءه وبتظبط حاجات كتير، يعني بتاخد الموضوع بياخد معاك وقت. تمام. طيب الحاجه الثانيه المونتاج. والمونتاج انا بعمل مونتاج ببرنامج كامتازيا، ف هوريكم دلوقتي برضو بتحط قد ايه، ممكن تبقى حاطط 10 15 فيديو صغيرين عشان بتجمعهم، عشان بتظبط الصوت، بتظبط اضاءه، بتظبط حاجات كتير، بتحط صور، بتحط بتضيف تكست او نص، او بتضيف حاجات كده كتير. فالموضوع بيبقى مرهق جدا، عشان كده احنا بنقول دايما ادعمونا بالاشتراك ولايك وشير والحاجات دي كلها. تمام. لان الموضوع والله فعلا مرهق جدا، و هسيبكم تتفرجوا على الفيديو بقيه الفيديو كده ايه، وتشوفوا انا ببقى عامل ازاي سواء في المونتاج او في الايه التصوير. وطي صوت المايه بقى. ايه؟ وطي صوت المايه. اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ ايه الاخبار؟ من زمان انا ما طلعتلكوش الطلعة دي. ايه الاخبار؟ الفيديو دوت هنتكلم عن مجموعة رموز. ستي اوعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ ايه الاخبار؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن مجموعة رموز هنستخدمها للاندرويد او للموبايل بتاعك عشان تعرف مجموعة. وبعدين بقى دبانة رخمة وبسيبها في الفيديو اقول مش مهم، تيجي تلزق في بقي إيه؟ تلزق على قرتي. وانت تبهات المروحة عليك ما هو
صوتها بيبقى عالي. الفيديو لسه شغال؟ شغال ووقفه؟ لا ما خلاص كده كده هقص بقى الجزء ده كله. خلاص لما تقرب منك اعمل كده وكمل عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا كل اللي بيحصل في الفيديو سواء في التصوير او المونتاج يعني. وده كان فيديو سريع كده حبيت اعرفكم وانا بسجل فيديو ايه اللي بيحصل حواليا. ممكن المدام تفتح الباب وتخش، ممكن صوت واحد بيبيع في الشارع تلاقيه زعق فجأة، اي الومنيا قديمة للبيع، اي حاجة بتحصل كده لازم. ممكن دبانة زي ما احنا شفنا كده تزولني وممكن تخلينا اكسر اللاب على الموبايل على الكاميرا على كله. شكرا لكم وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم.